قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. عمر رضي الله عنه كان حريصا على الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قال هجر، يعني من شدة المرض لعله نطق كلام لا يريده أو نحو هذا. وليس ما ذهب إليه الرافضة من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي صرف الخلافة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه، يعني كالمغتصب لها، ليس هذا المراد. فالصحابة رضي الله عليهم ومنهم عمر بن الخطاب، بل هو من أحرصهم على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لبلال لبايعه عمر بن الخطاب، وكان من أوائل المبايعين. فما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمدا وقصدا، ولكن الرافضة قوم به. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وافق القرآن في قريب من 20 موطنا، كما ذكر ذلك السيوطي في رسالة مستقلة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مذكور بما قاله ابنه عبد الله: كنا نحسب أن القرآن ينزل على لسان عمر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاله كما قال عبد الله بن مسعود كما في البخاري: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو العبد الخاضع لله عز وجل المنقاد له، حتى أنه في سياقة الموت يقول: وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. ثم يعمد زنادقة الإسلام وحمر الأنام ويطعنون في عدالته ويطعنون في استقامته وطريقته. قاتلهم الله وأنى يؤفكون. قوم بطعنهم يطعنون في علي بن أبي طالب. أليس علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وهل يزوج الرجل إلا من يحب؟ فإن كان عمر مرتدا كما زعم الرافضة، فكيف لعلي بن أبي طالب أن يزوج المرتدين مع ما يعلم من نهي الله عز وجل عن زواج المشركين والكافرين: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولكن علي بن أبي طالب زوج مسلما تقيا يراه أفضل منه وأتقى لله منه بشهادته، فإنه حين جاءه وهو على سريره قال: ما كنت أحب أن ألقى الله بمثل عمل عمر، أو بنحو هذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فبغض الرافضة لعمر بن الخطاب يلزم منه أن يبغض علي بن أبي طالب، ويلزم منه أن يبغض الحسن والحسين، ويلزم منه أن يبغض العباس وابن عباس وجعفر، ويلزم منه أن يبغض بقية آل البيت، لأن القاعدة عندهم: لا ولا إلا ببراء. هذه قاعدتهم، فيلزم أن يطبقوها في هذا الموطن، فيكفرون بشهادة أنفسهم. هم يقولون: لا ولا إلا ببراء، بمعنى لا يجوز لك أن تحب علي بن أبي طالب
إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، ولا يقع منك حب أبي بكر وعمر إلا بالبراءة من علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يحب أبا بكر وعمر، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر وعمر، وهكذا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تجلهم وتحبهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة في شأن عائشة فقال: أي بنية، ألا تحبين من أحب؟ قالت: نعم. قال: حبي هذه. أمرها بحب عائشة رضي الله عنها. وباختصار، ما السبب الذي جعل الرافضة تبغض عمر بن الخطاب؟ لا تظنون أن القضية قضية علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان جنديا من جنود عمر بن الخطاب، وكان مستشارا من مستشاري عمر بن الخطاب، وكان صهرا لعمر بن الخطاب، ولكن لأن عمر بن الخطاب زلزل دولة الفرس عباد النار، ولذلك مكر به الفرس حتى قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي من الناس صلاة الفجر، كما في قصة البيعة رقم 3700 من صحيح البخاري. والله قصة لا تقرأ إلا ويبكي الإنسان لما فيها من العلوم، ولما فيها من الثلب أو الثلم الذي حصل في الإسلام. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. فرضي الله عن عمر، وأخذ الله عز وجل الرافضة ومن إليهم. في قصة عبد الله السويدي رحمه الله، كان عالما مبجلا، أرسل ملك الصفويين في إيران إلى دولة تركيا في ذلك الأزمان يطلبون منهم عالما من علماء الإسلام. قال: فذهبت إليهم وأنا أقول: ماذا يريد مني؟ فجعلت في نفسي مناظرة كأني أناظر رافضي، لأني أعلم أنهم لا يؤمنون بالكتاب ولا بالسنة، بدلالة الكتاب ولا دلالة السنة. قال: فلما وصلت إليه أجلسني بين يديه فقال: جئت بك لأمر، وهو أن مملكتي تنقسم إلى حنفية يسموهم أهل سنة، أحناف سنة وشيعة، ويكفر بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا، وأريد أن تصلح بينهم. قال: يكون ما أراده الله. قال: فأجلسني في مجلس وجعل عن يميني 9 من الرافضة، وعن يساري 9 من الرافضة، ثم جاء بعلماء المسلمين ووضعهم في الجانبين حتى لا ألقنهم حجة، ولكن أهل الإسلام محبون الإسلام معظمون له. قال: فقلت: ما دعواكم على هؤلاء؟ قالوا: دعوانا أنهم عندنا كفار، ليس بيننا وبينهم سبب ولا نسب حتى يتوبوا إلى الله عز وجل من سب أبي بكر وعمر. ما عندنا غير هذا الكلام. فلما رأى منهم الصرامة فهو على هذا، قال: ما معكم إلا التوبة. فأجمعوا أمرهم على التوبة، ثم اجتمع الناس في النجف على ما أظن في خطبة الجمعة، اجتمع الآلاف، فأعطوا خطيبا من الرافضة بشريطة أن يترضى على أبي بكر وعمر، ووقعت وثيقة في ذلك اليوم بالترضي عليهم في المجالس والمشاهد والجمع. فقام ذلك الخطيب وقال: رضي الله عن أبي بكر وعمر. قال عبد الله السويدي لعنه الله: والله إنه لمن علماء العربية، ولكنه صرف عمر عمدا حتى لا يترضى عن عمر بن الخطاب.
فانظر إلى أي مستوى يحاولون الطعن في أهل الإسلام. رضي الله عن عمر